سيادة اللي هو مشهور ابو الشهيد العظيم رئيس البعثة وعضو مجلس ادارة اتحاد الكورة، مليون مبروك. الله يبارك فيك كابتن عبد الناصر، مبروك لمصر، مبروك لمصر، ولاد مصر النهاردة عملوا ملحمة، وانا يعني ليا الشرف والفخر ان انا اكون اب لهم، لان دول ولاد مصر. يعني كان عندهم روح البطولة، وما خبيش عليك بكائي انا وكابتن بركات لما وصلنا لضربات الترجيح، استعدت الذكريات وانا في الكاميرون وخسرنا البطولة بضربات الجزاء، لكن الولاد كانوا ما شاء الله كانوا رجالة. من باريس، بكاءك انت وبركات غالي علينا يا فندم. ده مجهود الاتحاد المصري لكرة القدم بالكامل، يعني كلهم ما دخلوش واسع، وكانوا على اتصال بيا دائما كل اعضاء مجلس الادارة لتسديد اي حاجة، ومن منبرك دوت برضه بشكر علي الوزير اللي اتصل بينا كل يوم، وكانت اول مكالمة كانت من سيادة الوزير للتهنئة، وحضر وجلى ماتشات وعمل كونفرنس مع اللعيبه والجهاز الفني. وهو لسه معالي الوزير دلوقتي بيقول لي لازم تشكر الاستاذ جمال علام معايا على الهاتف، قال لي اشكر جمال علام ومجلس الاداره وعلى الفور صرفوا $1000 لكل لاعب. والله الاتحاد الكوره المصري رئيس الاستاذ جمال علام مش هيتاخر اي مكافئات استثنائيه بالاضافه للائحه، لان الولاد دول يستاهلوا كل خير، حققوا انجاز ما اتحققش في مصر من 60 سنه. سياده اللي هو مشهور حبيبك جمال بيه علام وصل اهو يرحب بيه. لا الاستاذ جمال راجل صاحب فضل وما سابنيش لحظه، كل يوم متابعه يوميه، وكان معانا ساعه المباراه وبعد المباراه، ووعدني ان هو ان شاء الله يجي عشان يحضر الماتشات النهائيه ان شاء الله. وبطمنكم ان البعثه المصريه طوت الصفحه وبتستعد حاليا لماتش فرنسا ان شاء الله، وان شاء الله هنتحرك من بكره بالقطار. وعايز اقول ان البعثه هنا احنا هنلعب فرنسا فين يا سياده اللواء؟ في ليون. هنلعب فرنسا بليون، بليون هنتحرك بالقطار صباحا الساعة واحدة الظهر. المسافة قد ايه بالقطر؟ هو القطر هياخد ساعتين ونص، يعني نكون هناك 2:30 ان شاء الله في ليون، نبدا الاستعداد على طول مقابله فرنسا على طول ان شاء الله. وانا عايز اشيد بالبعثه المصريه بالاعلام الاستاذ ياسر عبد العزيز، محمود حرب، ومش عايز انسى حد، بيأدوا منظومة سيمفونية رائعة في خدمة مصر، وانا بشكرهم جدا من قلبي، وانا سعيد وفخور ان انا اكون رئيس لهذه البعثة العظيمة باللاعبين العظام. قول لي النني قال لك ايه بقى كابتن الفرقة هو ابراهيم عادل بعد الماتش؟ هم كلامهم كان قبل الماتش. قالوا لي قبل الماتش ما تقلقش يا سيادة اللواء. ما تقلقش يا كابتن بركات، انا عايز اشيد هنا واقول ان الكابتن بركات هذا النجم العظيم اللي متفانى في الفرقه دي بقاله سنتين، صح، هو وجهاز الفني بقياده ميكالي ناس عظام، وانا كان ليا الشرف اني سافرت معاهم معسكرات السعوديه، معسكرات الامارات، والمعسكر بتاع فرنسا، شفت الناس قد ايه بتحب بلدها. ميكالي يكاد يكون خد الجنسيه المصريه، حاجة عظيمة جدا جدا جدا، بيعزفوا سيمفونية في حب مصر. طيب ان شاء الله هم دول ولاد مصر.